السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا جماعة؟ شلون طيبين؟ رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم مقطعنا اليوم لعبة ماينكرافت. طبعا كنت بسوي مقطع بس انه كل اخواني كلهم يجون، لازم انتظر عشان يطلعون، عشان كذي ما عشان كذي انتم تعطوني لايكات، اسف والله. بس قبل ما ننسى دي لا تنسوا اللايك وخلونا ننطلق. بس انه المشكلة ترون كنت ابي اسوي مقطع بس انه اخواني كلهم يلاحقون وراي، عشان كذي لما تسمعون اصوات باب كلين فتح عقب اسوي فاصل. اوكي يلا ما نطول عليكم، خلونا نبدأ. يلا يا جماعة، يعني كذا نزل مقطعين مو كذي، بتشوفون اني انا جالس اصارخ اتكلم بس انه معصب في نفس الوقت، عشان كذي هذا السبب. اوكي ووه. يلا خلنا نكمل المقطع بشكل طبيعي. اوكي بس كله مقاطع. اوكي يلا يا جماعة، انسوا دقيقة. اوكي ايرون، سلام مفروض. كذي كل المقاطع تشوفوا ترى يا جماعة صدق، والله صدق انهم يلاعقون وراي، بس انه خلاص هذا يكفي الموضوع. يلا خله نسوي كل المقاطع، نحن ما حصلنا الصايكات. يلا يا جماعة شو احفر، كنت بسوي مقطع طبعا، لقيت قرية فجأة اخوي خرب علي، اخوي الصغير مو ذا اخوي علي. والله قعدت وقت طويل وانا معصب، جلست شهرين الحين اعاني في هذه المشكلة، شهرين. فيلا فالله كريم الحين. يلا كان والله اني متحمس، بس انه كل نفس المقاطع، بس انه الحين خلاص تقريبا يوم كام تقريبا راح اصير زعلان مده طويله. يلا ترى والله ما اقدر اتكلم وايد عشان لاني معصب، ما ابي اصارخ على وجوهكم عشان ما تزعلون. هذا العلاج على قليل الكتاب. ثم راح اجمع كله. يلا السلام عليكم. جلست مدة طويلة. آسف هذه الحياة يا جماعة. الحين ترون كل ما أعصب وأنزل مقطع كذي ما أتكلم وايد، ترون صدق. مثلا أخواني يدشون يعني بالعمالة عشان يخربوا كذي، يضحكوا خلنا نخرب عليهم. ترى صدق ليش نتكلم موضوع واحد؟ خلاص يلا نغير موضوع. اخواني هم في الاصل نشبات، زعلان صدق. سمع دم، جلست مدة طويلة وانا جالس ابحث.
اوكي. اوه كده مهيرون الحين خلاص صار الحين صرت اتكلم الحين يلا دايمون ما ابي انا ابيك فرجان دايمون هذه الاغنيه البيض يا جماعه يا جماعه والله المواقع هذه تطلع لي تطلع من نفسه مو انا يعني انا جالس اطالع والله العظيم حسب الله اوه والله استخل الحلف بريال يا عبد الرحمن صح خو صدق صندوق صدق وعم شنو فيه صدق وعم شنو فيه صدق وعم شنو فيه رباطة 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 يلا السلام عليكم توقع بضربة واحدة السيف راح ينكسر يا جماعة سرعة خش فيهم والله شبكة العنكبوت يلا يا جماعة والله قاعد مليون سنة فاضي بس يلا يا جماعة لقينا ايرون مثل الحلاوة اوه صح صح اوه صح عندي ستوك ستوك كامل ايرون اوكي حسم المقطع يا جماعة كافة الايرون اذا لقيت شي نادر احط زيادة اوكي يا الله سحب ايش دخل الاغاني هذه بسم الله شت الله يرحم ماي 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 أوه. والله كان بطيح باللافا اقسم بالله اوكي زومبي 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 اسمع هذا الخشب وين هذا اتوقع انه خير الجد يلا هذه الحياة اسمع صوت زومبي يحترق يقول والله يا رقبتي اسمع اسمع بسم الله تخيلوا يا جماعة يا جماعة أقلي ما يندري كيف أسوي بث مباشر لا بس
اوكي لا 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 استخلى لغا قول يلا يلا قول 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 زومبي زراما يلا 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 يا اسطورة وخد لك العيون ذكر هذا بندريتا والمكسيكي محمد يسوي هذا الاستراتيجية تذكروا يا جماعة قناة النظريات سنو خلاص ما راح اشوفه كثير طبعا رعب لا نهائي ها يبني لك الرعب بس خلاص يا جماعة احنا وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى انكم استمتعتم ان شاء الله المقطع عجبكم والحين رح نوقف هناك وبس السلام عليكم.